السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة. ثم عندنا زيادة ثلاثة أسطر يبدو أنها مقفلة، فلا نعلم خلافا، أي ولا نعلم خلافا بين الأمة، إلى قول اللي يعبد الله مخلصين له الدين، في النسخة اللي بخط الوالد ليست فيه. ولا نعلم خلافا بين الأمة، سم من أي من قوله ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، والأصل فيه قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. ما عندي هذا، عندي بس ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية. لا عندي، والأصل فيه قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل هذه الأسطر الثلاثة ليست في النسخة اللي موجودة في المغني. موجود المغني، لأن وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها زيادة من ميم، يعني من المغني. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، موجودة في نسخة المغني: ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت، وإن تقدمت النية. يعني الأصل هذا زيادة مقحمة، ولا يبين من أين أخذها ولا شيء أبدا، ولا أشار إلى ذلك. نعم، زارك شو يقول؟ طيب، نعم، وأن الصلاة والأصل فيه ولا ما في عندك؟ طيب، فإن تقدمت بعد على طول في الأصل المتن. طيب، إذن الزيادة، نقول الزيادة، نعم، عندك الأصل فيها قول الله تعالى، والأصل فيها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي لا يوجد في المتن ولا في الشرح، يعني هذا لا يوجد في المتن ولا في الشرح. وعندكم بالطبعة هذه ولا لا؟ هذا لو بين أصله، ها، هي هذه زائد، هذه منبه عليها أنها زائدة. لكن قوله ولا نعلم خلافا يا شيخ هي أقرب إلى الشرح من كونها من المتن، حتى كان كلام الشيخ عبد الله يوحي بهذا. هذه من الشرح، ها، نعم. أما الزيادة الأولى موجودة في الشرح، ما فيها إشكال، موجودة في الشرح على أنها من المتن، ولا موجودة عندي في المتن، المتن المشروع، المتن المشروع، ما في ما يمنع أنها تكون من المتن. كانت توجد بعض النسخ دون بعض، هذا معروف مألوف، لكن الإشكال فيما لا يوجد في أي متن من أو في أي شرح ولا يشار إليه، هذا لا بد من الإشارة إليه. والأصل فيها قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا لا بد من التنبيه. أحسنت، أنه لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح. أما وجود الكلمة في الشرح أو الجملة في الشرح وتدخل في المتن على أنها منه، أو تخرج منه على أنها ليست، هذا له وجه وهذا له وجه، المقصود أنها موجودة. نعم. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. يعني هذا ما تختلف فيه نسخ المتن، فمنهم من يجعله في من النسخ ما هي مثبتة فيه على أنها متن، ومن النسخ ما لا يوجد فيه مثل هذا وهي موجودة في الشرح على كل حال. وكونها من الشرح أو من المتن هي إما للإمام أو الماتن أو للشارح، على كل حال هي موجودة. يعني لا، كلام هذا له أصل وله وجود، وكونه ينتابها كونها من المتن أو من الشرح هذا كثير، لكن الإشكال فيما لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح، وهو قوله: والأصل فيه قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا لا بد أن يبين من أي في من أي شيء أو على أي شيء اعتمد في إثبات هذا الكلام، لا بد أن يبين على أي شيء اعتمد. في طبعة المختصر الخرقي، لا لا، هي موجود عندك، هذا نفس اللي هو يقرأ، لا، في طبعة قبل هذه، ها، مفيد الخيمي، إيه، الخافقين، نعم، ما توجد مع أحد من الأخوان، عندي أنا بس ما أدريت أن المسألة تحتاج. لكن في طبعة الشيخ بما أنا عندك يا شيخ موجودة؟ لا، موجود إلى ولا تنعقد أن الصلاة تنعقد إلا بها. إيه؟ ما ندري على أي شيء اعتمد في إقحام هذه الجملة،
ولا بد من التنبيه عليها، وأنها لا توجد في المتن ولا في نعم موجودة في المغني، موجودة في المتن المطبوع مع المغني. نعم لهينا الزركشي قرأنا. نعم وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها فإذا قال ولا الضالين. سطران ساقطان من هذه النسخة يا شيخ، أنا استدركتهم من قوله وتعالى جدك إلى قوله فإذا قال ولا الضالين، هذان السطران ساقطان. عجيب. إلا النسخة، النسخة عليها يعني العناية فيها في الحاشية، يعني هو كتب الحواشي واجتهد في انتقائها وتحريرها، وأما المتن فما هو بأجود المتون، ما هو بأجود الطبعات. نعم. فإذا قال ولا الضالين قال آمين ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغ كبر ولا يجهر بها، ما عندي ولا يجهر بها، لا عندي في الأولى يا شيخ موجود في الأولى، لكن حتى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية ولا يجهر بها لا عندنا، ليس عندك يا شيخ موجودة، لأني صليت خلف إمام في الحي الجنوبي من حي السلام القسم الجنوبي مشهور ومقصود لكنه ما هو فقيه، فإذا به يقرأ في قصار السور وعمل مضطرد لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة ويجهر بها مع السور، هذا الحاصل، لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة لكنه يجهر بها مع كل سورة بعد الفاتحة. يمكن قرأ في هذا الكتاب يمكن لا يخاله قرأ، لكن قلد، يرى بعض الأئمة يجهر بها أحيانا، يعني من أهل العلم يجهر بها أحيانا فقلده في أظن، هذا اجتهاده وليس من أهل الفقه كما هو معروف، واعظ. نعم. حتى في نسخة الواعد ما فيها ولا يجهر بها، ليست فيها. فإذا فرغ كبر للركوع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه ثم يرفع رأسه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. الصفة والنعت مترادفان، ومنهم من يجعل الصفة للعارض والنعت للثابت، ومنهم من يعكس، المقصود أنهما متقاربان ويتقارضان، بمعنى أنه يوضع هذا في موضع هذا وذاك في موضع هذا، فيقال جاء زيد الكريم، منهم من يعربها صفة ومنهم من يقول نعت، ولا يختلف الأمر. هنا هل قال أحد من أهل العلم سواء كان في كتب الحديث أو في كتب الفقه باب نعت الصلاة، نعت الصلاة جاء أنعت لكم كذا من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني أصف، لكن لا تجدهم يقولون باب نعت الصلاة، لأن الدارج على الألسنة والمعروف والمفهوم عند العوام والمتعلمين الصفة، فلو قال نعت الصلاة لأشكل على بعض الناس، فهم يأتون بالبين الواضح الذي لا يوقع فيه إشكال وإن كان المعنى واحد. باب صفة الصلاة. صفتها من الشروع فيها أو من القيام إليها إلى الفراغ منها،
من التكبير إلى التسليم على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما ثبت عنه من فعله وما يدخل في هذه الكتب التي ألفت في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الخلاف الذي يدل عليه القول أو يدل عليه الفعل لا شك أنه توسع. لما يذكر مثلا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام كتاب ثم يذكر لي أنواع النسك، هل هذا دقيق؟ ما هو دقيق. النبي عليه الصلاة والسلام يتلمذ نسكا واحدا، أو يذكر كتابا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتعرض لخلاف مثلا عمدة بعض الأقوال فيه إلى أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام وعمدة بعضها إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا توسع. أو يقول صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بالمحظورات، حج النبي عليه الصلاة والسلام ما في محظورات، لكن هذا استطراد وتوسع. فصفة الصلاة المقصود بها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك من فعله، ولزوم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومشروعيته من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأما مشروعية أوامره ونواهيه في الصلاة فهذا لا إشكال فيها أنها المقصود بها الأمة، المقصود بها الأمة. وإذا خالف فعله قوله هل يقال أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أو يقال أن هذا يقتدي به من هو في صفته كالإمام مثلا، ويبقى الأمر لسائر الناس؟ فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، قول سمع الله لمن حمد يقتدي بمن؟ كل مصلي باعتبار القدوة والأسوة، أو الإمام والمنفرد؟ الشافعية يقول يقتدي به كل مصلي، فالمأموم يقول سمع الله لمن حمد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال سمع الله لمن حمد، إذن نقول سمع الله لمن حمد. والأكثر قالوا لا، الإمام لا يقول سمع الله لمن حمد، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول فقولوا، لأن الفاء تقتضي التعقيب، يعني بمجرد قوله سمع الله لمن حمده فقولوا، ولا مجال لقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن التعقيب بالفاء يقتضي هذا، فإما أن نوافق الإمام بقولنا سمع الله لمن حمده، أو يقتضي ذلك إذا قلناها أن نؤخر ربنا ولك الحمد بعد قولنا سمع الله، ولا يتم بذلك الامتثال. فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قولي صلوا كما رأيتموني أصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال، فأحيانا يفعل الشيء على أنه الإمام الأعظم ويقتدي به الأئمة من الخلفاء والأمراء ممن يقوم مقامه، ويفعل الشيء باعتباره القاضي يقتدي به القضاة، يفعل الشيء باعتباره إمام الصلاة فيقتدي به الأئمة. طيب إذا قلنا مثل هذا في سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فماذا عن قوله فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين؟ هل معنى هذا أننا لا نقول ولا الضالين؟ لماذا؟ لا نقرأ في أثناء القراءات، لأن عمل المأموم في هذا الجزء من الصلاة لا ارتباط له بعمل الإمام، يعني رفعه من الركوع مرتبط بالإمام، لكن هل قراءة الفاتحة للمأموم مرتبطة بقراءة الإمام؟ لا. فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني ولو لم تقرأوا الفاتحة، لكن إذا قرأتم الفاتحة فقولوا ولا الضالين، لأنها إيش؟ آية منها ما يمكن أن نتنازل عنها، ثم بعد ذلك نقول آمين لقراءتنا، وآمين مشروع كما سيأتي في الصلاة وفي خارج الصلاة. قال رحمه الله نعم يعني الحنفية في قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده
قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يقولون أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول، والمأموم لا يقول، أو الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، لكل ما يخصه. طيب إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، طردا لهذا أن الإمام لا يقول آمين، لكن هذا سيأتي الكلام في الحديث عنه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة، أي صلاة؟ أولا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني آية الوضوء تقدم الكلام فيها في مبحث الطهارة. بعد ذلك إذا انتهى من طهارته وتوجه إلى المسجد أو إلى مكان صلاته، إذا قام إلى الصلاة، أي صلاة، كل ما يسمى شرعا صلاة قال الله أكبر. فالصلوات كلها تفتتح بالتكبير، سواء كانت صلاة مفروضة أو نافلة، طارئة أو معتادة، صلوات الخمس، النوافل، الجنائز، العيد، الكسوف، كلها تفتتح بالتكبير. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يعني شرع في صلاته بقوله الله أكبر. وقيامه إلى الصلاة هو النية، ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء، لا تلفظ، ولا يقول أي ذكر قبل التكبير، لا سرا ولا جهرا، لا سرا ولا جهرا. وهناك ألفاظ كلها مبتدعة نص عليها ابن القيم، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه إذا قام إلى الصلاة قال نويت أن أصلي صلاة الظهر فرض الوقت 4 ركعات خلف الإمام، ولا يقول شيء من هذا البتة. كل هذه بدع لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما وجدت في بعض كتب المذاهب المتأخرة. يعني قالوا بالنسبة للشافعي رحمه الله تعالى، نسبوا إليه أن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، في أولها نطق، لكن الذي يقول نويت أن أصلي ألا يلزمه أن يقول نويت أن أصوم؟ لأن الباب واحد، فإذا قال هذا قاله في هذا. ويسمع من بعض الناس نويت أن أصوم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني خلط. كل هذه من البدع، يعني هذا سمع وكان معتمد في بعض الجهات، لكنه بعد هذه الصحوة العلمية والله الحمد ترك، كان موجود عند بعض العامة حتى في هذه البلاد، نويت أن أصوم فإن حبسني حابس، تلفيق. قول الشافعي رحمه الله الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، المقصود بالنطق تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. ولذا قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولا يقول كلاما آخر مما ابتدع. الله أكبر بهذا اللفظ ثبتت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه غير هذا اللفظ لا من فعله ولا من قوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام، فهذا اللفظ هو المتعين. من أهل العلم من يقول أن قول الله الكبير يكفي عن أكبر، وأفعل التفضيل أبلغ من صيغة المبالغة، لأن كونه كبير لا ينفي أن يوجد كبير آخر. لما يقال من الناس والله زيد كبير عمره 100 سنة، يعني هل معنى هذا أنه لا يوجد من عمره أكثر من 100 سنة؟ نعم، هذه لا ينفي وجود المماثل، بل لا ينفي وجود من هو أكبر منه. لكن إذا قلنا الله أكبر
يعني من كل شيء، فلا يغني عن هذه الصيغة غيرها من الصيغ، لا صيغة المبالغة ولا غيرها. من أهل العلم من يرى أنه يأتي بأي لفظ مناسب، الله الأعز، الله الأجل، وكل هذا لا أثارة عليه من علم، كل هذه اجتهادات وأقيسة، والعبادات لا يدخلها القياس، والألفاظ في مثل هذه المواطن توقيفية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص. فلا يجزي عن هذه التكبيرة إلا قولنا الله أكبر، والله أكبر هنا هي تكبيرة الإحرام. ويقول ينوي بها المكتوبة، ينوي بها المكتوبة، الآن ينوي بالصلاة ولا ينوي بالتكبيرة؟ نعم، ينوي بإيش؟ لا، الصلاة لا بد من هذه الصيغة في جميع الصلوات، لا بد إذا قام إلى الصلاة أن يقول الله أكبر في جميع الصلوات، فريضة ولا نافلة ولا أي نوع من أنواع مما يسمى صلاة، حتى سجدة التلاوة، سجدة الشكر، عندما يقولنا صلاة يقول لا بد من أن تفتتح بالتكبير. هنا ينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة، ينوي بها التكبيرة يعني ينوي بها المكتوبة، وهذا يحتاج إليه المسبوق، لأن من جاء من أول الصلاة أو قبل ركوع الإمام ما يحتاج أن ينوي بمكتوبة، يعني متمحضا للمكتوبة، فلا تلتبس بشيء آخر. لكن إذا جاء والإمام راكع لابد أن ينوي بها المكتوبة إن اقتصر عليها، ينوي بها المكتوبة ثم إن كبر ثانية للانتقال كان أكمل، وإن خاف أن يرفع الإمام واكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت تكبيرة الانتقال بتكبيرة الإحرام. قال الله أكبر، الله أكبر هذه ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، عند الجمهور ركن، وعند الشافعية وعند الحنفية، المالكية والشافعية والحنابلة ركن، وعند الحنفية شرط، تكبيرة الإحرام عندهم شرط. والفرق بينهما أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. قد يقول القائل أن استعمال هذا اللفظ الماهية وداخل وخارج وكذا اصطلاح كلامي، ونحن نبحث في عبادات خاصة وأثر علم الكلام فيه، نقول لا يا أخي ما له داعي الكلام هذا كله، هل أثر على الحكم الشرعي؟ ما أثر شيء، إنه مجرد ألفاظ قد تكون مكتسبة من علم أو من آخر، المقصود أنها لا أثر لها في الأحكام الشرعية. وإذا وجدنا لفظا استعمل شرعا بدل من هذه اللفظة على العين والرأس، فهل نستطيع أن نبدل الماهية بغيرها؟ إذا قلنا داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لكننا نريد لفظا يعم الصلاة ويعم غيرها، داخل الصيام، داخل الحج، نحتاج إلى لفظ يشمل الأمور كلها. فالماهية تشمل، يعني لو قلنا الشرط عموما خارج الماهية والركن داخل الماهية شمل لنا جميع الأبواب، ولا نحتاج إلى أن نفصل بين صلاة وصيام وزكاة ونأتي في كل مكان في كل باب بما يناسبه. هذا هو السبب في استعمال مثل هذا اللفظ، وأيضا لا يترتب عليه مجاراة لهم في اصطلاحاتهم المؤثرة على العلم الشرعي. ماذا يترتب على قول الجمهور وماذا يترتب على قول الحنفية، وما الفرق بينهما، وما الفائدة العملية التي ترتب على مثل هذا الخلاف؟ إذا قلنا الشرط خارج والركن داخل، لا شك أنهما يجتمعان في أن الصلاة باطلة على كلا القولين لو لم يأتي بتكبيرة الإحرام، صحيح ولا باطلة؟ باطلة على كلا القولين، لكن باعتبار أن التكبيرة خارج الماهية عند الحنفية لو كبر وهو حامل نجاسة، نفترض أن هذا متنجس، هذه العين متنجسة، ثم قال في يدي هكذا الله أكبر وضعها مع نهاية التكبير، قالوا الصلاة صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور، لماذا؟
لأن حمله للنجاسة عند الحنفية خارج الصلاة هذا لا يؤثر، واليابس لا ينجس اليابس، وعند الجمهور مؤثر لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة. مقتضى قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط، هل يقولون بأنها مثل الوضوء؟ يمكن أن تكبر في بيتك وتأتي للصلاة مثل ما تتوضأ في بيتك وتأتي للصلاة؟ قالوا إنها شرط مقارن، شرط مقارن لأول جزء من أجزاء الصلاة. يعني الخلاف ما في إلا مثل هذه الأمور اليسيرة، يعني بإمكانه أن يكبره ناوي النافلة ومن مع نهاية التكبير يقلبها إلى فريضة، لأن الشرط المطلوب للنافلة مطلوب للفريضة ولا فرق. بينما عند الجمهور لا يصح إذا نوى بصلاته النفل أن يقلبها فرضا، يجوز عندهم العكس، إذا صلى المنفرد الفريضة وقلبها إلى نفل في وقته المتسع جاز، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح، كان يدرك جماعة مثلا، لا شك أن مثل هذا يجوز عندهم، أما العكس لا يجوز. نعم. إلا لا لا لا، النية شرط عند الجميع. منهم من يقول أن النية ركن، منهم من يقول إن النية ركن من أركان الصلاة. نعم. وتكبيرة الإحرام شرط، لا شك أن هذا إذا نظرنا إلى النية مع التكبير وجدنا العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. قال الله أكبر وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبير، وعرفنا أنه متى يحتاج إلى أن ينوي بها المكتوبة؟ أنه إذا جاء الإمام راكع، لأنه قد ينوي بها تكبيرة الانتقال ويفعل كما يصنع كما يصنع الإمام، لكن صلاته لم تنعقد، لأن لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام جاء الحث على إدراكها، وجاء أن من أدركها 40 صلاة والأربعين يوم، نعم نعم، كتبت له براءتان. هذا الحديث مضعف عند أهل العلم وإن أثبته بعضهم. على كل حال قد يقول قائل أنا بأعمل بهذا الخبر، وعلى رأي الجمهور قلنا نعم، في فضائل الأعمال احرص على إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما، وجاء الحث على إدراك الصلاة من أول، فبما تدرك تكبيرة الإحرام؟ نعم أيهما؟ نعم قبل إيش؟ هو لا بد أن يكبر، هو بما يدرك هذه التكبيرة. هل تدرك تكبيرة الإحرام بمجرد فراغ الإمام منها، أن يكبر إذا كبر فكبروا، أو تدرك قبل أن يشرع الإمام في الركن الثاني، أو تدرك قبل قول الإمام آمين كما جاء في حديث بلال لا تسبقني بآمين؟ المعروف أنها تدرك، نعم، قبل الشروع في الركن الثاني، قبل الشروع في الركن الثاني. فإذا شرع في الركن الثاني بدأ بالفاتحة انتهى إدراك تكبيرة الإحرام، فاتته تكبيرة الإحرام. اي نعم. إن بعض الأئمة حتى على مذاهب غيرهم ما يمديك تسوق إلا هو شارع بالقراءة، لا سيما في التراويح والقيام ما يترك فرصة، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فمثل هذا لا شك أنه يعرض المأمومين لفوات هذا الأجر العظيم. وعلى كل حال المسبوق بغير اختياره وبغير تراخ وبغير تفريط منه هذا لا يضيره شيء، مقصود أنه قصد الجماعة وقصد إدراك تكبيرة الإحرام، لكن ما في ذهنه أن هذا الإمام يستعجل هذه العجلة، كما لو ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، هذا حكم المسبوق، صلاته صحيحة يركع مع الإمام، لكن لا ينبغي أن يكون مسبوقا في كل صلواته. مثل هذا الإمام لا بد أن الذي يستعجل ولا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة لا بد من النظر في أمره، هذا يعرض صلاة المأمومين لهذا النقص. لماذا يكون المأموم باستمرار مسبوق؟ إن استطعت أن تؤثر عليه
بالتراخي قليلا وتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة، أو بتكليم المسؤولين بتغييره إن لم تستطع شوف لك مسجد ثاني، تصير مسبوق باستمرار. فتكبيرة الإحرام إنما تدرك بالشروع في الركن الذي يليها وقراءة الفاتحة. عند المالكية لا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. لا شك أن مثل هذا فيه ما فيه من مخالفة السنة على ما سيأتي، وفيه أيضا تعريض للمأمومين للتفويت المستمر لتكبيرة الإحرام. نعم. إيه ليش؟ إيه يصير فاته يا أخي، فاتته تكبيرة الإحرام لأنه انتقل إلى الركن الذي بعده، فاته الركوع لأنه انتقل إلى الركن الذي بعده. لكن يشكل على هذا أن بعض الأركان لا يفوت إلا بفوات ركنين، يعني الرفع من السجود الإمام وأنت ما سمعت تكبيرته ولا شيء، وعرفت من جيرانك أنه رفع من السجود، تدرك تركع وتسجد وتلحق هذا، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. هو مو بالإشكال في التأخر، إشكال في أمر ثاني على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة بوجوب النية للصلاة، ولا نعلم خلافا بين الأمة بوجوب النية للصلاة، يعني من خالف في وجوب النية للوضوء كالحنفية لا يخالفون في وجوب النية للصلاة. الحنفية كما تقدم لا يوجبون النية للوضوء، يوجبونها للتيمم، ومن أهل العلم لا يوجبها لا للوضوء ولا للتيمم. وأما بالنسبة للصلاة فهي محل إجماع، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، يعني بالنية. وإن عدناها إلى أصل المسألة وهي التكبير فالقول صحيح أن الصلاة لا تنعقد إلا بالنية ولا تنعقد إلا بالتكبير، مع أنه أثر عن بعض التابعين أن تكبيرة الإحرام سنة، لكنه قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم، وإنما هي ركن من أركان الصلاة، والنية شرط من شروط الصلاة المتفق عليها. ولا نعلم خلافا بين الأمة بوجوب النية للصلاة، قول العالم لا نعلم خلافا ليس كقوله أن النية شرط بالإجماع، لأن التصريح بالإجماع أقوى من مجرد نفي العلم بوجود المخالف، لأنه فيما يعلم، حتى لو قال لا أعلم مخالفا أو لا خلاف فيما أعلم، كل هذا يجعل في المسألة ثنيا، أن المسألة على حد علمه، وأنه يتورع من النفي المطلق، لأنه لو قال ولا خلاف كأنها المسألة إجماع، لكن لا نعلم على حد علمه، وقد يعلم غيره، وهذا هو الواقع في كثير من المسائل. يعني مالك حينما قال ولا نعلم قائلا برد اليمين على المدعي، يعني إذا نكل المدعى عليه وجد الخلاف من بعض قضاة عصره، ابن أبي ليلى وابن شبرمة يرون رد اليمين وهم من قضاة عصره، وقول الشافعي لا نعلم في أقل من 30 من البقر زكاة، العشر معروف زكاتها عند بعض السلف بعض الصحابة، فكونه يقول لا أعلم ليس مثل قوله بالإجماع، والإجماع لا شك أنه حجة عند من اعتد بقوله من أهل العلم، لكن إثبات الإجماع دونه بعد تفرق الأمة في الشرق والغرب وعدم ضبط الأقوال وحصرها دونه خرط القتاد، حتى نفى بعضهم الإجماع في من بعض الصحابة، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع ويتساهل في نقله ويكثر من الإجماعات المخروقة التي وجد فيها المخالف حتى عند من نقل الإجماع، وهذا ما دعا الشوكاني أن يقول، ونقل هذه الإجماعات
المخروقة تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. وعلى كل حال الإجماع له هيبة والجمهور لهم هيبة، لكن يبقى أنه إذا وجد المخالف فلا إلزام، يبقى النظر للمجتهد. أما إذا حفظ الإجماع من الخلاف فلا شك أن الإنسان ليس له مندوحة حينئذ، لا بد أن يهاب هذا الإجماع وأن يقف عنده. وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزاءه. كلام الفقهاء في النية وتفريعاتهم الكثيرة حول النية تجعل استحضار هذه النية فيه شيء من الصعوبة. أولا، النية هي مجرد القصد إلى العبادة، والجهر بها بدعة، وكون الإنسان يعلم الله جل وعلا بدينه هذا منهي عنه، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ومجرد قصدك إلى الميضة هذه نية الوضوء، ومجرد وقوفك في الصف أو في المصلى وقولك الله أكبر هذه هي نية الصلاة ولا أكثر من ذلك. والتفريعات التي فرعت في النية في كتب بعض الفقهاء لا شك أنها عقدت هذه المسألة حتى أوقعت بعض طلاب العلم في حرج فضلا عن العامة. لا شك أن النية شرط، لكن لا يعني أن من ذهب إلى الميضة وقاصدا بذلك الوضوء أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك. نعم، قد توجد بعض الصور مجردة عن النية مع قصده إلى الميضة، انتهى من طعامه وذهب إلى المغسلة وغسل يديه وجرت عادته أنه يتوضأ، بعد ذلك غسل وجهه من غير قصد، هذا يحصل. هل نقول أن هذا الوضوء مجزي؟ لا، ليس بمجزي، إنما ما قصد الميضة أهل الوضوء، إنما قصدها لغسل يديه. فمثل هذا لا شك أنه أوقع كثيرا من الناس في الوسوسة إلى أن وقع في أمر عظيم وداء عضال لم يستطع الانفكاك منه إلا بلطف وعناية إلهية. سهل، المهم أنه ما غسل وجهه قبل النية. لا لا، سهل سهل، مش كان لو فرغ من وضوئه أو في أثنائه استدرك ما يكفي، لابد أن يعيد من أوله، لأن هذا إنسان يغسل يديه وما يشعر له في رجليه، يغسل في رجليه، هذا يحصل كثير لأنه تعود. نعم، لكن هذا الوضوء لا يجزي أصلا. نية العبادة لا بد من استمرارها ولا بد من استصحاب حكمها، هذا لا بد منه إلى أن تؤدى هذه العبادة. فإذا وجد هذا في الذهن من غير قطع لها أجزى وكفى. وين وقوفه في المصلى وقصده للصلاة هذه هي النية. نعم، لو كان ناويا أن يصلي في أول الوقت ثم بعد ذلك قطع هذه النية لعارض، بدلا من أن يصلي في أول وقت صلي في آخر الوقت، هنا لا بد أن يستحضر النية عند الدخول في الصلاة. والنية أمرها أخف مما يتصوره كثير من الناس، وتفريعات بعض الفقهاء المتأخرين هي التي أوقعت بعض الناس في الحرج، وإلا مجرد القصد هو النية، أن تقصد بذلك وجه الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية. يقول المؤلف: إن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها، يعني نوى بذلك استصحاب الحكم، ولا يلزم من ذلك استصحاب الذكر. يعني لو نوى الصلاة الآن، كل واحد من المسلمين ناوي أن يصلي إلى أن يأتيه اليقين، هذه النية العامة، وأنه لو عمر إلى آخر الدهر ناوي بهذه النية الطيبة أنه يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، هو بهذه النية يستحق بذلك الخلود في الجنة،
كما أن نية الكافر في عدم الإسلام، ولا يقول أن نويت أن أسلم بعد 10 سنين بعد 20 سنة وكذا، لأنه لو نوى ذلك وكانت نية صحيحة لقادته إلى أن يسلم فورا، وهذا كما قال أهل العلم هو سبب الخلود والبقاء في الجنة أكثر من عمره الدنيوي، والبقاء في النار أكثر من عمره الدنيوي. وإلا فالأصل الجزاء من جنس العمل، تعبدت 60 سنة تمكث في الجنة 60 سنة، عصيت 60 سنة تمكث في النار 60 سنة. لكن قالوا إن استصحاب هذه النية ولو عمر أبد الآباد يستحق بها الخلود في الجنة، ويستحق كما أن الثاني يستحق بها الخلود في النار. إن تقدمت النية قبل التكبير، وهذه النية مبيتة عند كل مسلم يزاول هذه العبادات ابتغاء وجه الله جل وعلا موجودة، لكنها إذا طال الوقت عرضة لأن تنقض، وعرضة لأن تعزب عن الذهن، فإن طال الوقت ولم يفسخها، يعني ما أتى بمضاد له، فعند أهل العلم يجب استصحاب الحكم بأن لا ينوي نقضها قبل تمام العبادة. وعندهم أيضا لا يجب استصحاب الذكر، بمعنى أنه لو نسيها وغفل عنها مع أنه نواها تكفيه، فإذا قام إلى الصلاة وقصد الصلاة إذا أقيمت الصلاة عرف أنه يؤدي هذه العبادة لله جل وعلا. أحيانا النية يطرأ عليها ما يطرأ، فمثلا شخص يصلي، الإمام يصلي العشاء مع جماعة كثيرة من تصور المسجد الحرام مثلا، وهو في نيته وناس أنه مصلينا المغرب، مصلينا مع الجماعة في المسجد نفسه المغرب، لما دخل في الصلاة نسي أنه صلى المغرب، وظن أن الإمام يصلي المغرب، ظن أن الإمام يصلي المغرب، لما قام الإمام إلى الرابعة، هذه مسألة واقعة، لما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس، قال الإمام زاد ركعة ولا تجوز متابعته، ثم راجع نفسه فقال الأمة كل هذه مخطئة وأنا على الصواب، لا إذن هي العشاء، ثم قام. ما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ ها؟ كيف؟ لماذا؟ هو الإمام يصلي العشاء وقد صلى المغرب وهو معه، لكنه ما نسي أنه صلى المغرب، فدخل مع الإمام على أنها المغرب، ها؟ دخل مع الإمام على أنها المغرب، لما قام الإمام إلى الرابعة قال زاد ركعة لا تجوز متابعته وجلس، ثم راجع نفسه وقال هذه الأمة الألوف المؤلفة كلهم على خطأ وأنا على صواب، ولا واحد قال سبحان الله، ها؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، صلاة باطلة. مثل هذه القضايا يعني لا تشكل إشكال بالنسبة للناس بحيث يفرع عليها ويستطرد فيها مما يزيد المسألة تعقيد، مثل هذه المسألة نادرة، يعني تحصل في عمر الإنسان مرة واحدة، ما تحصل مرارا، هذا إذا حصلت. فمثل هذه الافتراض، مثل هذا الافتراض إذا أودع في الكتب عقد المسألة، لا سيما وأن مسألة النية حساسة جدا، وليس فيها في الشرع أكثر من أن تقصد العمل الشرعي، تريد بذلك وجه الله تعالى، وأمر النية عند الموسوسين شأنه خطير، حتى قال قائلهم إن كل عقدة من عقد الأصابع يحتاج إلى نية. وحاول بعضهم الصلاة، صلاة العشاء يحاول فيها إلى 8 صباحا في ليالي الشتاء، كم ساعة؟ كان 10 ساعات أو أكثر من 10 ساعات، نعم أكثر من 10 ساعات، أكثر من 12 ساعة، نعم، ويحاول أن يصلي العشاء. مثل هذا لا شك أن النية شرط وأن الصلاة بدونها باطلة، لكنها أقل، ولا نقول شأنها أقل، لكن حقيقتها ومراد الشرع منها أقل من ما يتصوره بعض الموسوسين، ويصوره بعض الفقهاء الذين أوجدوا بعض التعقيدات لدى عامة الناس. فالمسألة لا تحتاج إلى أكثر من أن تقصد الميضأة
فتتوضأ، أو تقصد مكانك في الصف أو مصلاك إذا كنت منفردا وتكبر وتدخل في الصلاة بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة. ما لم يفسخها، فإن فسخها قال المانع ناوٍ مثلا يصلي في أول الوقت ثم قال أنا لا أصلي في هذا الوقت لأن مسافر في آخر وقت الثانية، ثم عاد إلى النية، لا بد من أن ينوي من جديد. نعم. فالله عنك، أحيانا يخرج الإنسان مثلا إلى صلاة ما معينة، فإذا قام ليكبر مع إمامه تخطر عليه خواطر عارضة كذا، يعني يعزب عن ذهنه أنه في صلاة الظهر ويسبق إلى ذهنه أنه صلاة العصر، مع أنه جاء قاصدا صلاة الظهر. يعني هل يؤثر تعيين صلاة دون صلاة مع أنها مثلها في الصورة؟ لا بس خطر على في ذهنه خاطرة وهو يكبر. شو الخواطر والهواجس وحديث النفس، هذه كلها أمور معفون عنها، هذه أمور معفون عنها، لكن يبقى أنه أحيانا يتردد هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع، وهذا يحصل فيها حرج، هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع، لا سيما ومن يترجح عنده أن الصلاة تدرك بالركوع، فإن كان قد أدرك الركوع فزاد ركعة لا شك أنه يعرض صلاته للبطلان، وإن كان لم يدرك الركوع واقتصر على ما فعله عرض صلاته للبطلان. فهذه مسألة في غاية الحساسية. ماذا يصنع؟ جاء ركع فما يدري عن الإمام هل ركع قبل أن يستتم الركوع أو لا، ما يشوفه، قال احتمال أنني ركعت ولم أستتم الركوع حتى رفع الإمام، فهل يعتد بهذه الركعة ولا يعتد بها؟ نعم. الأصل عدم الإدراك. أولا الأصل الإدراك لأنه ما سمع صوت ولا يرى فعل الإمام، إيه؟ لأن الاحتياط في مثل هذه الصورة فيه صعوبة، احتياط في مثل هذه الصورة فيه صعوبة، إن لم تعتد بهذه الركعة وزدت ركعة على الصلاة عرضت الصلاة للبطلان، والعكس فالصلاة الظهر لا تصح خمسا ولا ثلاثا بحال. نعم. لكن مثل هذا الشك، هل ينزل مثل هذا الشك منزلة النسيان أو منزلة الجهل بحيث ينزل الموجود منزلة المعدوم، أو نستصحب الأصل وأنك لم تدرك، أو نقول أن الظاهر أنك أدركت باعتبارك ما سمعت صوت الإمام، وحينئذ يتعارض الأصل مع الظاهر فنحتاج إلى مرجح. نعم. إيه؟ لمبرر يزاد لمبرر. على كل حال مثل هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر بنحتاج إلى مرجح. وهل للإنسان مسائل ستأتي، لكن باعتبار أن المسألة متعلقة بالنية ومسائل الاقتداء فيها ما فيها، فيها أمور فيها عضل مسائل ستأتي إن شاء الله. نعم. إيه. على كل حال باعتبارها فريضة باطلة، باعتبارها فريضة باطلة. كم باقي الآن؟ هذا كتب عن لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء، يقول ذكر الصالح في سبل الهدى والرشاد أن سبب تسمية فاطمة رضي الله عنها بالزهراء هو ما أشيع عن أنها لم تحض، ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة أو ولدت نعم، حتى لا تفوتها الصلاة، وذلك سميت بالزهراء. ونسب ذلك لصاحب الفتاوى الظاهرية من الحنفية والمحب الطبري، وقال من في إتحاف السائل لفاطمة من المناقب إيش الثالثة أنها كانت لا تحيض أبدا، إلى أن قال وأن هذا من افتراءات الشيعة، وطول في هذا وناقل من المواقع ومن الكتب. معجم المناهي اللفظية قال فاطمة الزهراء، الزهراء المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة، ومنه جاء حديث في سورة البقرة وآل عمران الزهراوان أي المنارتان، ولم أقف على تأريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة والله أعلم. والرافضة عاد كلامهم كثير في هذا،
كلامهم كثير في هذا ويغلون فيها رضي الله عنها وارضاها. على كل حال إذا كان مأخوذا من اللون فجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه أزهر اللون، وإن كانت أشبه الناس به أو تشبهه فهي زهرة من هذه الحيثية من أجل اللون لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا عن وصف المدينة بأنها المنورة؟ هذا الذي فيه الكلام، وأن التسمية تسمية صوفية وليس لها أصل في الشرع وأنها المدينة النبوية، ونحتاج إلى تأريخ لهذه التسمية، تأريخ لهذه التسمية. لو توضأ ثم أجلك الله دخل دورة المياه ثم بدأ له ألا يقضي حاجة، ما يضر لا يعتبر هذا إرادة للفسخ شيء. في أثناء العبادة مؤثر، لكن إذا نوى النقض في أثناء العبادة يؤثر، لكن بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. نعم يختلف هذا عن قولهم ومن نوى الإفطار أفطر، نعم، لأنه ما زال في أثناء العبادة، لكن نوى الإفطار المغرب ما يأثر.